اخيرا تم حل لغز ماب كلاسيفايد، تم حله من اليوتيوبر ذا جيمنج ريفولوشن. ما كان لغز، كان ببساطه انك توصل راوند 150 بالماب، اي فقط توصل راوند 150 وراح يطلع لك كاتسين النهائي. فلا راح تشوفوا رده فعل على الكاتسين، راح اشوفها بقناه ذا جيمنج ريفولوشن اللي هو اول شخص بالعالم هو جماعه حله، وبالمونتاج راح اضيف لكم الترجمه العربيه للكاتسين. فيلا خلينا نبدا. Okay, شخصيات كبيرة سجن. Yet here we are. It's more time travel bullshit. تاكي قاعد كلام إنه شفنا الأرض قاعدة تتدمر بس نحن هون. هذول شخصيات بعد مون؟ مو شخصيات classified؟ How the hell did you get back in your body, Doc? بالضبط. هذول شخصيات بعد مون. هذول مو شخصيات لعبنا فيهم بclassified. Does it matter? قاعد يقول له ركتوفن كيف رجعت لجسمك؟ بلغز مون شفنا سامانثا دخلت بروح ركتوفن. بجسم ركتوفن. American still give Nikolai his vodka. Nikolai, I'm just on the vodka. Is that your plan, Nikolai? To give up and drink yourself to oblivion, or do you want to make a difference for once in your life? You. Ah, scheiße. شخصيات صغيرة. You four must come with us. In time. It will make sense. Now. Intruders on the base. وين محبوسين؟ ركتوفن هذا قبل يموت ببلود اوف ذا ديد. ليش لابس هيك؟ وهذا ركتوفن بعد بلود اوف ذا ديد. حرب؟ What kind of war? A war unlike any you have. الحرب العظمى، الحرب العظمى، الحرب العظمى، الحرب الحرب العظمى. بس طيب شباب، راح احاول حل الكاتسين قدر المستطاع. هذا فيكم تسموه تحليل صغير، وراح احمل فيديو ثاني ان شاء الله تحليل كبير ومبسط اذا كان في معلومات جديده طلعت غير اللي راح احاول احللها بهالفيديو. طيب اول شيء الواضح انه هالشخصيات هم مو شخصيات لعبنا فيهم بماب كلاسيفايد، هذول الشخصيات اللي بعد حل لغز مون. بعد حل لغز مون من في شفرات سريه بكلاسيفايد بدلنا انه شخصيات بعد حل لغز مون ما ماتوا. فكيف عرفنا هدول الشخصيات من بعد حلقة زمون هدول مو شخصيات ماب كلاسيفايد؟ لأنه أول شيء تاكيو عم بيحكي للدمسي، أول شيء إنه شفنا الأرض قاعدة تنفجر وتتدمر، ومع هذا نحن موجودين هون. فقاعد يقول له نحن دمرنا الكرة الأرضية من مون، فكيف نحن موجودين هون؟ راح رد عليه الدمسي وحكى له الشيء له علاقة بالسفر عبر الزمن، لنعرف إنه شخصيات كلاسيفايد الكبار ما وصلوا القمر أصلا. من بعد حلقة من بعد شانغريلا كان المفروض يروحوا على المون، وبالغلط راحوا على البنتاغون على ماب 5. واضح هالشيء بكاتسين بداية تبع ماب كلاسيفايد. فاي هدول مش شخصيات كلاسيفايد، هدول شخصيات من بعد حلغز مون ومحبوسين جوا السجن، ومو محبوسين انه بمكان وما حد داري عنهم، لا محبوسين من حكومة، محبوسين من شرطة، من شيء، لانه شفنا هم محبوسين طلع صوت انذار في جهة معينة حابستهم بهالسجن. على ما اظن امريكا، لانه نيكولاي كان قاعد يقول اهم شيء انه امريكا لسه قاعده تعطيني فودكا، فالحكومه الامريكيه حبستهم. وماب كلاسيفايد كان بالبنتاغون بالحكومه الامريكيه، ما ادري يعني المفروض يكون هذول شخصيات ماب 5 الكلاسيفايد اللي لعبنا فيهم، بس لا واضح كلامهم انه هذول مو شخصيات ماب 5، ما ادري والله. بعدين اللي شفناه انه الشخصيات الاربعه من بعد بلود اوف ذا ديد، هذول من بعد بلود اوف ذا ديد اجوا لشخصيات الكبار. كيف عرفنا من بعد بلود اوف ذا ديد؟ لانه شفنا نيكولاي هو القائد، نيكولاي هو اللي قاعد يقودهم من بعد بلود اوف ذا ديد. ريكتوفن بريمس قال لنيكولاي انه انت اللي راح تصير القائد، انت اللي راح تمسك المجموعه. فشفنا دخل لاول مره نيكولاي هو اللي قاعد يتكلم والباقي كله ساكت. فبس الشيء الغريب انه ريكتوفن هذا ريكتوفن، شفنا انه ريكتوفن مات، فكيف ريكتوفن معهم هون؟ اظن مو متاكد انه ريكتوفن اللي معهم هون هو نفسه ريكتوفن بريمس بس مغير ملابسه. أدركم حد يمكن يتمسخر، بس ما في اي تفسير غير هيك انه ريكتوفن بريمس اللي شفناه بحلقة بلود اوف ذا ديد اللي هو بعد ريفيليشن بلاك اوب 3 ما راح يضل لابس العبايه المعركه العظمى طول حياته، لا فغير لبسه للبس ريكتوفن الطبيعي واجا مع شخصيات هدول، واجوا على ماب كلاسيفايد ليلتقوا مع الشخصيات الكبيره ويحكوا لهم انه راح نحتاجكم للمعركه العظمى، رح نحتاجكم للمعركة العظمى. يعني نحن ريكتوفن اللي معاهم كان راجع لهم من المعركة العظمى،
فكان هو بالدائرة قاعد يمشي بالدائرة، فأظن إنه يرجعوا على المعركة العظمى وما يفوزوا فيها، يخسروا هالمرة مشان يكسروا الدائرة لدكتور مونتي. ما أدري والله، يعني قاعد أحاول أجمع الأفكار، بس بدهم يرجعوا على المعركة العظمى لممكن ليكسروا الدائرة، وما بالزومبي جاي رح يكون رح نلعب بثمان شخصيات. تخيلوا ما بالزومبي في نلعب بثمان أشخاص بثمان شخصيات الكبار والصغار كلهم مع بعض، شيء مجنون والله. أوكي شباب، هاد كان مجمع يعني مجرد تجميع أفكار للشيء اللي صار، رح ننزل فيديو كامل تاني أحلل فيه الكاتسين بالتفصيل إن شاء الله. فإيه أتمنى لا تنسوا تمام الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت شو أراءكم، وإيه يلا شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.